تنتمنى كامل تكونوا بخير. الوغ لا فيديو تاع اليوم راح تكون على لا ماشينه لافي. حبيت نعمل الركن يكون عملي وفي نفس الوقت يضيف لمسه جميله لا سال دو بان. راكم تشوفوا فوق لا ماشينه لافي تاعي حاطه كامل واش نسحق، حاطه صابون الطرف، بيكربونات، ليسيف ادولت، ليسيف بيبي، حاطه ان ديتاشون، حاطه تاني لا سوبليسون ولا لا دوسيسون، وحاطه هذيك الشميعه هكا جوست بوغ ديكوري. ولا ماشينه لافي تاعي انا مغطيتها بهذاك النوع من الاغطيه اللي انا ما نحبهمش، مي كوم محطوطه في لا سال دو بان لازم عليا استاذ لازم عليا نغطيها باش نحميها من الماء. جا راح نديرها، راح نحي هذاك الغطاء اللي كامل تقطع لي من كامل الجهات، مام هذاك السونسور تاعو ما عاد يحل ما عاد يقفل، وراح نفرغ هذوك المواد، وراح نضرب الماء ماشينا لافي تاعي مسحه خفيفه غير من برا باستعمال هذاك لو نيتوايون ملتي سيرفاس اللي انا خدمته وحدي يعني بالماء والخل وشويه ايزيس فيسال. هنا راح نعت لكم المشتريات اللي ديجا انا كنت نعتهم لكم، لا ماجوريتي نعتهم لكم في لا فيديو، دوك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. دونك هنا عندي لا اوس اللي حنغطي بيها، هادو راح نحط فيهم اومو، راح نحط فيهم البيكربونات كنت نعتهم لكم ديجا، هاد لي دو بلاطو تاني حنستعملهم، وعندي هادو لي بتيت فيغين ولا حنستعملهم كوم ميزور، وعندي دي بتيت ديكوراسيون هاد لو طابلو هذا، وكذلك هاد لا بورت سيرفياس دوك من بعد تشوفوا واش راح ندير به. وهادو ما كنتش نعدتهم لكم في مشترياتي، دونك هادو سي دي ديستريبيوتور اللي عندهم هذيك العين، رايحان هنا نحط فيهم لا ليسيف تاعي بوغ ادولت ولا ليسيف تاعي بوغ بيبي، على هذيك شريت زوج، هنا راني ركبت وحده جوست باش نعدت لكم كيفاش مدايره. دونك اول حاجه راح نديرها رايحه نغسل هاد المستلزمات تاعي وراح نحي لهم لي زيتيكات تاعهم. يقطروا هذوك اللي غسلتهم، هنا كنت ركبت لاوس تاعي، دونك شوفوا كيفاش تجي عندها زوج سنسورات وتجيب هذا اللون اللي يجي الباج. دونك هنا واش راح ندير، راح نركب هذا لو سوبور باش نقدر نحط البلاطو، ان بلاطو من الفوق وان بلاطو من التحت. البنات حبيت نستغل هاد لا فيديو نعطي لكم كامل لي برودوي اللي انا نستعملهم، دونك عندي صابون دايما حجره، عندي لي بيكربونات نحتاجهم ساعات، شوفوا القرعه تاعها كيفاه صدت، عندي تاني لا دوسيسون، انا لا دوسيسون نشري هذوك الشكاير صغار ونبريباريه وحدي ونحطو في قرعه هكا. كذلك واش نستعمل، نستعمل بوغ ادولت لو شا اللي جامي ما بدلتو، ما نكذبش عليكم البنات، شريت من قبل واحد الماركه بلا ما نذكروا اسمها، ما عجبتني لا ريحتها، القش ما تجيش فيهم خلاص الريحه مليحه وما يخرجش اون بلوس، انا بور لو مومون راني ساتيسفات من لوشا. وكذلك بور لي بيبي كنت مالفا نستعمل هذا ابطا بيبي، بصح البروبلام تاعو سي كو فيه اطرا برك، وما نكذبش عليكم البنات شويه غالي 70000 وقيله فيه غير اطرا. دونك اول مره حنستعمل هذا بينغو، ما على باليش لا كان مليح ولا ماشي مليح، مي راح نجربو، عجبني فيه 3 اطرات باش هكا يعمر لي هذوك القرع اللي انا شريتهم. وكذلك نستعمل لو ديتاشون فانيش جولد،
البنات هذا انا ما نكذبش عليكم، هذا البرودوي بزاف مليح، ينحي صح لي طاش. هو تقدروا تحطوه سواء في لا ماشين لافي، سواء تحطوه في الماء وتحكوا الساع الحوايج تاعكم بالشيتا، ومن بعد تدخلوهم في لا ماشين لافي، ما نكذبش عليكم البقع يروحوا. وكذلك هنا عندي اومو هذاك العادي تاع الغبره، لو كان نحب نغسل الحوايج بيدي. هنا راح نركب لي روبيني تاعي. شوفوا البنات واش راح نحكي لكم، انا ما زلت ما كملتش التصوير، دونك ركبتهم شبحتهم، كان فيهم ان بتي ديفو وانا ما شبحتهمش مليح. انا مازال ما كملتش التصوير، وهي نص لا ليسيف فسحت لي في البلاطو اللي من بعد تشوفوا راح نحطهم فيهم. ومن بعديتك المهم تشوكيت في روحي، حتى عاود الزوج تاعي شبحهم لي وزاد لي لو تيفلون باش عاودت يعني كملت التصوير تاعي. الوغ نتوما ميم لو كان شريتوهم باغ اكزومبل بور لي جو ولا اسيو ساعه تجربوهم بالماء قبل ما تحطوا فيهم لو جو تاعكم، ولا تحطوهم في الاخر جربوهم، بالك ما فيهمش، بالك فيهم ان بتي ديفو كيما كانت. We've been running with confidence. هاد لي ريسيبيون تاعي واش حنحط فيهم؟ حنحط فيهم ديتاشون، حنحط فيهم بيكربونات، وحنحط فيهم اومو اللي قلت لكم تاع اليدين، لو كنحب نغسل حاجه هكا باليديه. اومو هذاك غبره سامبل، هذاك تاع لي الشكاره تاعو ب 6000. برك حبيت نحكي لكم نهار رحنا نشريو انا واختي، هادي قالت لي انتي هبلتي هادو تشريهم تحطيهم في لاسال دو بان. اي با وي حنحطهم في لاسال دو بان، باسكو هي قالت لي انا لو كان نشريهم نحطهم في لا كويزين. بصح انا جو تروف بلي راحين يضيفوا لي لمسه جميله. ونزيد راح نعمر هذوك القرع تاعي، راح نعمرهم بلوشا وبلا ليسيف تاعي سبيسيال بيبي. يخي على بالكم حنا كامل لي زالجيريان كيلو بالبوشون، دونك حنسبدرو بهاد لا فيغين. هنا راح نكيل، هزيت اون فيغين ما عمرتهاش مليح، شوفوا بلي البوشون ما تعمر ليش مليح، دونك حن نرومبلاسي هذاك لو بوشون ب اون بتيت فيغين. نمروا لا بارتي اللي نحبها واللي هي لا توش ديكوراتيف. دونك هنا واش عندي؟ عندي ان بتي ماركور بلون اللي تقدروا تكتبوا فيه فوق الزجاج فوق الحطب، وهاد لو ماركور ما يتمحاش بالماء، دونك تقدروا تقولوا الي شويه بيرمانون، لازم تحكوا مليح مليح بالالكول وتحكوا باش يتنحى لكم. دونك هنا راح نبدا نكتب في هذوك لي ريسيبيون تاعي باش هكا جوست تعطيني ديكور جميل. بلاص ليك لي 3 بوكو تاعي، شوفوا الشكل كيفاش جا بزاف باهي، وتشوفوا هنا بلي مازال لي شويه تاع لي سباس، دونك نقدر نزيد حوايج اخرين. هنا عندي دي زيتيكات اللي انا خدمتهم، دونك ديجا تشوفوا كيفاش راهم معوجين شويه. هنا استعملت هذاك لو بابي غومي اللي يجي لا سيرفاس تاعو ليس، ومن بعد من ورا حنكتب به بهذاك لو ماركور اللي راحين تشوفوه في فيديوهات عديده، راح نلصقو فوق ولا سور لي هذوك لي بوكو تاعي لي ديستريبيوتور. بورت سيرفيات تاعي باللون الاخضر، وعندي لو طابلو هنا راح نسبخهم في زوج بلا بينتور ارجونتي اون بوم، وشوفوا هنا الشكل تاعي كيفاه خرج، خرجوا هايلين سورتو البورت سيرفيات. جو سوي تري ساتيسفات من لو ريزولتا، شوفوا كيفاه جا بزاف باهي. باغ كونطخ بور لو طابلو تاعي هذا شويه لا فينيسيون كانت عيانه، باسكو نسيت ما حطيتش سكوتش في لابارتي التحتانيه. برك هنا البنات هاد لو طابلو تقدروا تكتبوا فيه بلو لو كري بلا كري، مي انا حنكتب في هاد بهاد لو ماركور باش ما يتمسحليش مع الماء، اكون على بالي.
برك البنات قبل ما نختمو ما نكذبش عليكم، لا كولور بيج هذيك سي اون كولور تري ديفيسيل، دونك انا حطيت اون توال سيغي، وكذلك حنظم هذوك لي ساك تاعي بور لانج ديليكا لي في فيديوهات اخرى راح نحكي لكم عليهم ان شاء الله استاذ بالتفصيل. هذه هي لمسة أخيرة، حنزيد هاد لابوجي اللي تريح بريحة القرفة ولافاني. Thank you.